إشاعات السوشيال ميديا هي أخطر حاجة ممكن نتعرض لها الفترة دي. يعني إيه كتب كتاب قبل الخطوبة؟ إيه؟ مش عايز تدفع 30,000 بتوع الصندوق؟ هتصفرني بيهم. طب بقولك إيه؟ ما أخد 30,000 دول وكتب الكتاب يبقى الخميس الجاي. ديل؟ ديل. ماما أنا كتب كتابي الخميس الجاي، جهزوا الفساتين. تخيلوا ان بسبب اشاعة ممكن حياتك تتغير 180 درجة وتاخد قرارات مصيرية في حياتك. 122,000 جوازة في اقل من اسبوع بسبب اشاعة. صحينا لقينا بوست مكتوب على الفيسبوك من مأذون بيقول فيه الحقوا اتجوزوا بسرعة عشان هتدفعوا 30,000 للصندوق الفترة الجاية. فالدنيا اتشالت ما اتحطتش، وبدأت الناس فعلا تسرع في جوازاتها، واللي هيتجوز كمان سنة ابتدى ان هو يكتب الكتاب الاول وهكذا. تخيلوا ان كل ده بسبب اشاعة. طبعا المأذون اتقبض عليه بعد ايام من كتابة البوست ده، لكن بعد ما 122,000 جوازة حصلوا. في ناس كان في صالحها الاشاعة دي، اللي هم صحابنا المخطوبين اللي واخدين بعض عن حب، فاهمين بعض، عارفين طباع بعض، بيحبوا ايه وبيكرهوا ايه، وعايزين اصلا يسرعوا الجواز. النوع التاني هو نوع جواز الصالونات. فترة الخطوبة بتكون معمولة عشان تفهموا بعض، تعرفوا طباع بعض، بتحبوا ايه وبتكرهوا ايه والتفاصيل دي كلها. تخيلي ان انت عملتي سكيب لكل الحاجات دي وعرفتي طباعه وعارف كمان طباعك وتعرفتوا على بعض، بس بعد الجواز، بعد ما تكون الفاس وقعت في الراس. تخيلي بعد ده كله طلعتوا مش متوافقين واتطلقتي، تاخدي لقب مطلقة مجانا. انا ما بعيبش على اي واحدة مطلقة، انا زعلانة على الاذى النفسي اللي انتوا هتتعرضوا له، وهتطلعوا من تجربة محدش فيها كسبان خالص غير المأذون، وكل ده بسبب إشاعة. طب حد عمره فكر هي الإشاعات دي مين بيروجها؟ وإزاي بتنتشر بالسرعة دي؟ وإزاي بتجيلنا وبتأثر فينا وكمان ناخد قرارات بناء عليها؟ أنا بقى هقول لكم الخلاصة كلها. الإشاعة عشان تبقى إشاعة لازم يبقى جزء منها مبني على الحقيقة، بمعنى إن الدولة فعلا هتعمل صندوق للأسرة وهيدفعوا مبلغ، لكن هل قالت كام؟ محدش قال كام، ولا لسه قال الصندوق ده أصلا هيتعمل إمتى. فطلع المأذون طلع إشاعة وقال الحقوا اتجوزوا يا جماعة علشان اللي هيتجوز قريب هيدفع 30,000 جنيه للصندوق. فكل الناس اللي كانت مهتمة بالموضوع بدأوا يتأثروا بيه. طب يا ترى مين المستفيد من ترويج الإشاعات دي؟ خصوصا الإشاعات المتعلقة بالقرارات الحكومية. النوع الأول هو النوع اللي عايز يركب ترند، بيشوف أكتر حاجة منتشرة على السوشيال ميديا ويبتدي إن هو يطلع عليها إشاعة، فالناس تبتدي إن هي تتفاعل معاه، تعمل لايكات وتعمل شير، فهو يستفيد من وراه. النوع التاني هو النوع الأخطر، والنوع ده بيكون خبيث شوية، لأن هدفه هو التشكيك في القرارات الرسمية. النوع ده بينتشر بسرعة لأنه بيكون مدعوم من لجان إلكترونية ومعاه قوة خارجية. النوع التالت هو النوع اللي بيشير أي حاجة، اللي هو احنا يعني على الله حكايتنا، بنشير أي حاجة بنشوفها في ثانية تقوم طالعة ترند، فتدي مصدر قوة للي حوالينا إن الحاجة دي حقيقية. آخر حاجة عايزة أقولها لكم، ما تخلوش السوشيال ميديا تأثر على حياتكم، وما تصدقوش أي حاجة من على السوشيال ميديا إلا لو طالعة من الجهة الرسمية.